في الحلقة دي هنتعلم ونشوف أسرار يفعلها كريستيانو رونالدو في تسويب الفاول وسر تألقه في إحراز الأهداف، وهقدمها ليكم خطوة خطوة بعد القيام بذلك. تابعونا بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم أحمد سيد في فيديو. زي ما قلت لكم في أول حلقة هيكون معنا توتوريال بسيط جدا عن تألق كريستيانو رونالدو في التسويب. تحريك الكرة بشيء غير متوقع، يمينا أو يسارا، أعلى أو أسفل، وده بيكون كابوس غير متوقع لحارس المرمى. في النهاية كل اللي محتاجينه كرة تطير في الهواء مع كيرف بسيط. وعشان تتقن التصويب بشكل صحيح هتحتاج تتمرن عليها العديد من المرات، وأنا هعلمكم بالطريقة اللي اتعلمت بيها من فيديوز كتير قوي شفتها لكريستيانو رونالدو. Cristiano, was that the best free kick you ever struck? It's difficult to say, but maybe this one is the best. بنجري في اتجاه الكرة وأطراف أصابعنا مرفوعة قبل التصويب كده. ولو بتتفرج على كريستيانو رونالدو في التصويب هتلاقيه بيعمل نفس الكلام ده. بعد ما شفنا الطريقة ندخل على المكان أو النقطة اللي بيصوب فيها كريستيانو رونالدو من الكرة. كريستيانو رونالدو بيصوب من منتصف قلب الكرة، من هنا ده منتصف الكرة، من أسفل منتصف الكرة. المكان اللي بيصوب فيه الكرة بقدمه بعيد عن أصابع قدمه، قريب من رباط الحذاء. لو عايز تعرف المكان اللي بيصوب منه كريستيانو رونالدو الكرة فالجزء ده أكثر أهمية. لو ضربت الكرة بالجانب الكرة هتلف في الجانب الآخر زي كده، ولو ضربت الكرة للأسفل الكرة هتترفع فوق زي كده. المكان الصحيح في المكان ده، ده المكان الصحيح للتصويب. الخطوة الأخيرة معانا وهي the follow through، وهي كالآتي: أثناء تصويب الكرة بتجري عليها وانت بتشوطها وبتقوم عامل تمويل. ضيف كل الخطوات دي مع بعض وابتدي سجل واتكل على الله. نصيحة في التمرين: لو انت ما عندكش ملعب أو مكان تتمرن فيه انت ممكن تستعمل الحيطة أو أي جدار تشوط فيه، تعمل فيه الطرق اللي احنا قلناها دي وتشوط فيه، وده أسهل لك لأن انت لما بتصوب الكرة هتجيلك. لما انت في ملعب وجيت تصوب هتلاقي الكرة تبعد وهيبقى في وقت ان انت تروح تجيبها وكده، فده احسن ليك لو انت في البداية. لكن لو انت هتحترف في الشوطة دي لازم يكون في ملعب عشان تتعلم الدقة انك تشوط في الاماكن الصح. وبكده خلصت حلقتنا، نتمنى تنال اعجابكم، ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، اراكم في التعليقات، اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. سلام.